إذا اختار طفلي وابني إنه يذاكر بنفسه، هو ده اليوم اللي تحمل فيه المسؤولية وحضرتك نجحت كمربي وكموجه. خليني أبدأ من أول الابتدائي والإعدادي والثانوي. أهم النقاط التي شكلت شخصية دكتور محمد المصراتي. نعم، حقيقة يعني كان ربما كل متابعيني أو الناس اللي كانوا ممكن من جيلي يعرفوا أني كنت يعني مغرم بالإلكترونات نعم من صغري، يعني بالإلكترونية. بالإلكترونيات بشكل عام. نعم وكنت يعني أذكر في الصف السادس ابتدائي أو الخامس أو السادس ابتدائي عملت أول راديو كان بدون بطارية، نعم واستقبلت به إذاعة بنغازي، يعني أذكر يعني. ولكن كان عندي دائما تساؤل، ما سبب إلى درجة الهوس بالإلكترونات؟ في المشين ليرنينج عندنا شيء، لما تعمل ليرنينج على المشين ليرنينج أكثر من اللازم بيصير شيء اسمه أوفر فيتنج، أو بيسموه بعض الأحيان ميمورايزيشن. الليرنينج حيضيع، مش حيكون في ليرنينج، نعم. احنا نعمل ليرنينج درجه معينه ونوقف، نعم. حتى نحصل ما يسمى بالتعميم وليس التذكر فقط. نعم. احنا بالضغط على ابنائنا حتى يجيبوا تقدير امتياز، ممكن بعض الاحيان ندفع بهم الى ان يتحول الى ميمورايزيشن. لما يدخل الجامعه، الجامعه طبعا تحتاج الى جنراليزيشن، تحتاج الى الفهم اكثر من الحفظ. نعم. كثير منهم بصراحه لم يؤدي بنفس الاداء، لا نقول فشل، ولكن لم يؤدي بنفس الاداء في الجامعه كما كان عليه في الثانويه مثلا او نعم. الاعدادي. نعم. يعني كان في الثانويه مثلا كل سنه امتياز، نعم. في الجامعه بيمشي نص نص. نعم. لماذا؟ لانه هو كان يضغط من باب الحفظ ميمورايزيشن، فدائما الضغط كثير بصراحه على الابناء، يسبب لهم ارهاق نفسي، نعم. بسبب يعيشوا في ضغط. انا دائما دائما حينما اسال طالب او طالبه، يا دكتور محمد انت عايز تبقى ايه او ناوي تبقى ايه، ويصمت، بعرف ان في كارثه تربويه وتعليميه حاثه مع هذا الولد او الطفل. ليه؟ مشكله دائما ان احنا كاباء ومربين مهمتنا التوجيه. مهمتي ان انور نقاط في مخه وعقله، انور له طرق، كذا طريق ممكن يمشي فيه، لكن لا احثه ولا ازقه على اتجاه معين، لا اجبره على ذلك. إذا اختار طفلي وابني إنه يذاكر بنفسه، هو ده اليوم اللي تحمل فيه المسؤولية وحضرتك نجحت كمربي وكموجه. وحضرتك نجحت كمربي وكموجه. تمام؟ وليس بالإجبار، إنما بالاختيار. فإذا أنت، عشان كده تلاقي الأولاد في فنلندا من أهم الأساسيات اللي بيعلموها لهم هو تقييم الذات، التقييم الصحيح للذات، معرفة نقاط القوة، معرفة نقاط الضعف، تقوية نقاط القوة والعمل عليها وربما التخصص فيها، تخصصات المستقبل. نعم. من وجهة نظر حضرتك هي بصراحة من على الأقل في تخصصي، يعني نعم. أنا أشوف إن الداتا ساينس، داتا ساينس، نعم، الماشين ليرنينج، الارتفيشال انتليجنس، هذه المواضيع حتكون لها دور كبير جدا مدر، والسيرفيسز المقامه عليها. اذكر من حوالي سنتين ثلاثه، نعم، كانت الكيورد بتاعت ماشين ليرنينج، نعم، هي اكثر كيورد مستعمله في لينكد ان من الشركات، كانوا عاوزين تخصصات، اكثر كلمه مستعمله كانت ماشين ليرنينج، نعم، ارتفيشال انتليجنس. يعني كل الشركات عندهم يعني داتا بيسز، عندهم يعني a lot of data، عايزين يدخلوها للاله، عاوزين يدخلوها ويستخلصوا منها معلومات. هناك فرق بين البيانات والمعلومات، نعم، فرق كبير. يعني الحته دي مهمه، يعني بقى لازم نسمع، يعني البيانات، يعني مثلا اقول انا محمد سالم اسمي، هذه في الاول معلومه بالنسبه لي جديد، عمري 30 سنه، خلاص انا لما اكررها، نعم، اصبحت بيانات مش معلومات، لان خلاص المعلومه وصلت. نعم. لما اقول انا محمد سالم، انا محمد سالم، خلاص الباقي هذا اصبح بيانات، ولكن ما فيش معلومه هنا. نعم. المعلومه وصلت، فيش معلومه واحده، خلاص خلاص المعلومه وصلت، خلاص. نعم. فالمعلومات والبيانات عاده تحمل معلومات، نعم، عاده، ولكن ليس دائما. نعم. ولكن المعلومه قد تكون مدفونه في البيانات. نعم. فنحتاج الى ذكاء صناعي يستخلصها، يطلعها، نعم، يستخلص او هاو تو اكستراكت انفورميشن من الداتا. تمام. فهذه علم، يعني داتا ساينس شود بي كونكتد تو ارتفيشال انتليجنس. بالضبط، لازم، لان المعلومه قد تكون مخفيه في داخل البيانات. البيانات اللي قد تكون بيانات يعني فيها جانك داتا، قد تكون يعني جانك داتا عشان نفهم، نويز،
قد تكون عند ضجيج مشوشة, مشوشة قد غير واضحة غير واضحة, قد تكون فيكت نيوز يعني ديتا من أجل غير حقيقية, غير حقيقية أو مزيفة. نعم. أو غير متكاملة. فكل هذه الأشياء تدخل فيها الآن الارتفيشال انتلجنس والماشين ليرنينج بقوة. يعني إيه أهم المميزات اللي خرجت بيها من فنلندا أو اللي تقدر حتى تقولها للشباب عن فنلندا؟ إيه أهم الميزات الدولة؟ نعم. أي حد عايش في فنلندا يعرف أن المجتمع منغلق. نعم. المجتمع معزول, ما بيتكلموش, مش بيفضفضوا ويقعدوا يتكلموا ويوي. عشان كده لما تيجي ليه فنلندا في ناس اللي هم سوشيال قوي بيتضايقوا جدا من خنقة المجتمع وانه مش عارف يكون صداقات ومش عارف يخرج. النقطة الثانية بصراحة هنا الألقاب ليس لها وزن, يعني دكتور بروفيسور هذه ما كل عميد مش عميد, مش عميد رئيس الجامعة كله اسمه بيتنادى باسمه حتى. نعم. المدرس في المدارس. نعم. بيتنادى انا في الجامعه. نعم. هو في الجامعه. نعم. احنا الاثنين بنتنادى باسمائنا. نعم. مفيش حاجه اسمها دكتور بروفيسور ولا عميد ولا الكلام ده, كله بالاسم. انا لما جاي في صديق سمح منه. نعم. كان يحكي مع فنلندي فبيقول له انا ما بحبش حد في الكليه في الجامعه, هذا الفنلندي بيقول صديقي. نعم. فيقول له معناها انت يعني مريض يعني كيف؟ قال له ما بكرهش حد, قال له ما كان عمل انا لا احب حد ولا بكره حد, العلاقه كلها علاقه عمل. يعني انت شايف ان من اهم الحاجات الطيبة اللي انت. نعم. شايفها هي. نعم. الكالتشر. نعم. اللي هي تعتبر مختلفة, تعتبر فيها صداقة او نقدر نقول فيها احترام, فيها بساطة جدا في التعامل, ما فيهاش تعقيدات. نعم. وانا. نعم. والبروفيسور فوق والعميد فوق ورئيس الجامعة فوق. ايه هي المميزات الموجودة في فنلندا في الكالتشر التعليمية؟ حقيقة في الكالتشر التعليمية اللي هي عدم وجود الضغط الدراسي. بمعنى أنا الآن أستاذ في جامعة الفازة. نعم. بدرس كورس, الكورس أخذ الطالب لا يعني لم يوفق ويصفي الكورس. نعم. رسب في الكورس. رسب. نعم. الكورس نفسه حيكون عنده ريتيك امتحان آخر بعد فترة, يجهز نفسه يدخل. نعم. فدخل الريتيك وجاب درجة, هم طبعا هنا تقييم من 0 إلى 5, 0 فيل 5 the best. تخيل هو جاب تقييم 3 وبعدين عاوز يصلح يدخل الامتحان الثالث جاب تقييم 2, فهو شوف انت 0 3 2 اللي حتوصل فقط الثلاثة اعلى حاجة, اعلى حاجة. والهيستوري مش حيوصل. نعم. يعني لو رسب 20 مرة مش موجودة في الورقة. نعم. وبالتالي هذا الضغط النفسي ان هو انا رسب وحتطلع في ورقتي ان انا راسب وحتأثر في شغلي. نعم. يعني الطالب يعني لم يوفق مرة, كان عنده ظرف, كان عنده حالة وفاة, كان نفسيته تعبانة. منحوا وقت الكافي للتعلم, الغاية هو التعلم. صحيح. هذه من أشياء الهدف هو التعلم وليس الشهادة. وليس الشهادة. نعم. هذه من الأشياء الجميلة جدا في النظام الفنلندي. ما يعملوك يقول لك أن النظام الأوروبي بيكون مع الفاشل حتى ينجح. نعم. وهذه أنا يدعم. يعني. أنا أيضا يعني في جامعة ألتو it is something. نعم. بنقدر عليه اللي هو الستيودنت سنتر. نعم. إن الطالب هو محور العملية. نعم. التعليمية. نعم. أنا. نعم. موجود وحضرتك موجود. نعم. ورئاسة الجامعة موجودين. نعم. عشان الطالب ده يفهم. نعم. شغلتنا هنا إن الطالب. صحيح. ده يفهم. صحيح. طب الطالب عنده مشاكل في التعليم. نعم. إحنا نغير من مهاراتنا. نعم. ونغير من أساليبنا التعليمية. نعم. عشان خاطر سيادته يفهم. نعم. ما فيش حاجة اسمها طيب طالب تاني مش فاهم وجاي يجي لي المكتب اشرح له وافهمه وادي له مصادر تانية, مهمتي ان اخليه يفهم ويحب المادة بتاعتي. ما فيش حاجة اسمها اكسكيوز ان الطالبة اصلا انا شرحت وانتوا روحوا اخبطوا دماغكم في الحيطة, ده مش موجود نهائيا في البيئة التعليمية في فنلندا. الكلام ده مش بس على مستوى الجامعة ولكن من مستوى حتى الابتدائي. صحيح. دائما نجعل نسبة كبيرة من التعليم يقوم بها الطالب نفسه. ممتاز. يعني جدا. توجيه. نعطي الطالب. الطالب يكون جزء من العملية. نعم. التعليمية. ليس تقييم. يبحث ويدور. project based learning. نعم. يعني تمام. ده learning by doing يعني. تمام. انت جزء في تعليم. تمام. وحتى وصول يعني دلوقتي الجروب ليرنينج سيشنز مثلا اللي هم 5 6 يبقوا مع بعض وده يعمل جزء وده يعمل جزء وده يعمل جزء, توصلهم للمعلومه افضل من الاستاذ اللي يوصل ليهم. صحيح. فيفهم من الشريك او بيتقال عليه القرين بتاعه. صحيح. اللي موجود معاه. صحيح. رايك هل الطالب اللي جاي يدرس ده حابب اللي جاي يدرسه ولا بيدرسوا عشان خاطر الوظيفه اللي جايه بعد كده؟ ايه وجهه يعني نظرك؟ يعني في فرق بين الفنلندي والاجنبي.
نعم. يعني هو الأجنبي لما يبدأ معي بغض النظر من أي دولة جاي، ولكن يعني عادة من خارج أوروبا وحتى من بعض مناطق أوروبا يعني. نعم. حاوز الطريق السهل، المسار السهل، easiest path إنه يتخرج. يمسك الورقة. easiest path يعني كيف أنا أخرج حتى أصل إلى الورقة. حتى اختيار موضوع الرسالة، كل شيء. شيء مش عايز يتعب. نعم. نعم. نصيحة أهو من الدكتور محمد ومن رحلته الكبيرة سواء في ليبيا أو برا أو في فنلندا 20 سنة. يا جماعة روحوا للحاجة اللي بتحبوها وانتوا أقوياء فيها واشتغلوا فيها، ما تروحش للضعيف وتقول أنا هقوي نفسي في التخصص ده وانافس فيه. هذا خطأ كبير، هذا من الأخطاء المنهجية الكبرى حقيقة يعني. نعم. فأنت شوف نفسك أنت في إيش أنت أصلا قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. صلى الله عليه وسلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين. طبعا المجتمع الفنلندي غير واضح بالعنصرية، وهذه ميزة طبعا رائع. هذه ميزة العنصرية يعني قليلة جدا، قليلة جدا هنا يعني. وحتى العنصري كاتم في قلبه. نعم. ما بيخرج عنصريته. نعم. ما يأثر عليك. نعم. الشفافية رهيبة في فنلندا والله. أنا بقول ده، واللي بيحكي عليه البروفيسور دلوقتي، أنا البوزيشن بتاعي permanent position في ألتي يونيفرسيتي as a staff scientist، وكان تقريبا 45 متقدمين، وأنا دخلت وقيل لي استحالة تاخد البوزيشن، استحالة، هذا البوزيشن هتلاقيه محطوط لحد فنلندي وما إلى ذلك. لكن أقسم بالله العظيم وجدت شفافية رهيبة رهيبة، وإن الديسيشن بيتاخد من كوميتي. الكوميتي ده تقريبا 6-7 أفراد، فلو لا يمكن واحد عايز حد هيقدر ينجح الواحد. فده لو أنا هدي كومنت على فنلند في الشفافية، من أفضل دول العالم أنا. صحيح. بقولها ومقارنة بالمجتمع الكندي. فنلندا من عيب وميزة، عيبها صعوبة الدخول إليها. هم حكمينها جدا حكمينها. ومن ميزتها لما تدخل إنك في أمان، من أأمن دول العالم يعني، وفرصة إنك تبقى موجودة موجودة. والجنسية من أسرع دول العالم يعني، 5 سنوات. نعم. تقدر تحصل على الجنسية وباللغة الفنلندية أو. نعم. باللغة السويدية. نعم. يعني لو تعلمت هذه اللغة حتى لو ما تكلمت بس تعلمت جزء معين تقدر تاخد الجنسية بعد 5 سنوات. نعم. في فنلندا. السؤال كيف تدخل فنلندا؟ نعم. يعني أحد أسرع طرق دخول فنلندا أن تدخل كطالب. الله الله. تمام. إزاي بقى؟ إيه المتطلبات العام؟ طبعا أنا هقول كم شيء بالنسبة للبكالوريوس. غالبية الجامعات تخصصات اليونيفرسيتيز البكالوريوس يكون باللغة الفنلندية في الغالب. نعم. ما عدا اليونيفرسيتي اوف ابلايد ساينس، هي المعاهد العليا، عندهم برامج بالانجليزي ممكن تقدم عليها. نعم. البكالوريوس والماجستير الان اصبحت بمقابل، زمان كانت فري. نعم. يعني من كم سنة 16000 يورو تقريبا في 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 السنة في هذه في ألتو. يعني في ألتو في ألتو. نعم. في فازا 10000. في في بوليتكنيكس بيكون اقل، البوليتكنيك في فازا بتكون 4000 مثلا او 5000. نعم. ففي فلوس بصراحه، لكن في الشيء منح دراسي. المنح الدراسيه هنا تعني الاعفاء الجزئي او الكامل من الفلوس، من المصاريف. ولكن انك انت تكون ماجستير او بكالوريوس يعطوك هم فلوس، هذه غير موجوده. فعلوا الجرس واعملوا سبسكريبشن واستنونا كل يوم الساعة 6 على قناتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.